لكم الصباح الخير عليكم ملك وانا خواتو في المكسيك. ان شاء الله غادي نبداو اليوم ديالنا باذن الله ونشوفوا هذا الفلوق شنو غادي يكون فيه. غادي يكون فيه واحد الحاجه اللي هي مميزه بزاف، وهذا غادي نقولها من البدايه ديال الفيديو. الا كنتي من اصحاب العقول، كنتي من اصحاب القلوب الضعيفه وكنتي كتخاف، ما ننصحكش تفرج في هذا الفلوق هذا. راسي راه طالعين بحال ما هكا والدروج تنعيو. الا كنتي، نعاودها مره اخرى، الا كنتي من اصحاب القلوب الضعيفه ما تفرج في هذا الفلوغ هذا. Can you tell them where are we going? Vamos a Pipila. Vamos a Pipila. That's all. Keep it like this. Don't tell them about the museum. How about decor? هانت سيدي. رحنا تنهجو. راه طالعين. يلا مشيو على بركة الله. نتمنى انكم تكونوا بخير على خير، نتمنى لكم التوفيق ديالكم في الحياه ديالكم. ولا عجبك هذا الفيديو، انا كنتمنى انك تضغط على الزر ديال الاعجاب. ويلي ويلي. Do you want to say something to them؟ لا حفظك. هذا بلاصه دي سميتها بيبيلا، حتى هي قريبه مدينه، بحال تقول مدينه واحده اخرى، ولكن كوانا خواضو جات لتحت وبيبيلا جات الفوق، يعني كتطلع الطلعه ديالها. اما هما راه ملاصقين، غير ربما تكون هذه الاسم ديالها تابع البلديه وحده اخرى والاخرى تابع البلديه وحده اخرى، الله اعلم، ما عرفتش بالضبط. ولكن هذه البلاصه اللي فيها حاليا دابا سميتها بيبيلا. وهنايا ممكن تشوف كوانا خواطو من الفوق. هنايا يعني هذه البلاصه هذه سميتها ميرادور، وبيبيلا مسميه على حساب هاد الستاتيو هذا، على حساب التمثال هذا مسمين بيبيلا. باذن الله دابا غادي نمشيو لواحد المتحف، متحف ديال المومياء. هو اللي غادي نمشيو نشوفوه. مازال لينا واحد المسافه ديال 500 متر. قلعه اللي هاد المدينه هادي قلت لكم في الاول كتشبه لشوف شاون غير من الطلعات ديالها. نمشيو نشوفو المتحف باذن الله ونشوفو البدايه، نشوف شنو غادي تخلص وشنو غادي يكون فيه الداخل. هادشي كامل غادي نعرفوه باذن الله دابا. موسيو دو لاس مومياس دي غواناخواتو، ها هو المتحف، هو هذا. ها هما التذاكر ديالنا، خديناهم 40 بيسوس. هي في الاصل كتخلص 60 بيسوس، ولكن حنا بجوجنا مازال عندنا كارت ايتيديو ديالنا هي اللي خدمنا بها وخلصنا 40 بيسوس. يعني كاين واحد التخفيض لكوتي تيمين. ها بو الزوينه كتنفعك البطاقه الجامعيه، خليها عندك ما ترجعها ليهمش، ما ترجعهاش ليهم. Gana de manera moderna y científica el gran Florencio Ardillo, quien recuperase la ciudad de Guanajuato de las fuerzas imperialistas durante la guerra. Si ustedes están de acuerdo, se les informa lo relacionado, son 74 momias, solo les... الغرض ديالهم من وضع هاد المومياء هادو هو انهم تيعطيو واحد المعنى للحياه اخر. مثلا تقول شفتو واحد الانسان وتنحنطو على هاد الطريقه هادي، تتعطى له واحد المعنى في الحياه، بحال تنقدرو الحياه ديالو. هي هاي هنايا مكتوبه هنا. هما كاملين هنا. Thank you.
place in a hurry, so they took these bodies and found that they were so... الطريقة اللي لقاو بها هاد الناس هو أنه كانت عندهم واحد المقبرة، هذيك المقبرة بحال عمرات كانوا غادي يحتاجوا واحد المساحة باش يدفنوا الناس اللي ماتوا من موراهم، ولكن ملي حفلوا تيتفاجئوا بأن هاد الجثث هادو مازالين على الطريقة ديالهم، مازالين بالعظام ديالهم، مازال ما وقع عليهم حتى شي حاجة. شدوهم وجابوهم لهنا يديروا لهم هاد التحنيط ديالهم، اكتشفوهم وخلاوهم هنا يحطوهم في المتحف. قلت راه مازال داك الشيء كبير بزاف. شفت الشعر ديالها مازال. هذه واحد المرأة مازال مرتاه ديال اللباس ديال كوانخواطو التقليدي كما مكتوب هنايا، كما كتشوف هنا مكتوب. بعد الموتى هنايا كانوا دفنوهم باللباس ديالهم، بقاوهم على هذه الطريقة هذه كما كتشوف. هادشي حاليا اللي مكتوب على هذا المتحف هذا، ما عرفش بأنه هادشي واش حقيقة أو أنه كاين واحد النوع من المبالغة، ولكن هادشي اللي مكتوب تنحاول أنني ننقلو لكم ونقولو. حتى هنا كاين عاوتاني على هاد الشكل هذا. هاد المومي هادي الأصل ديالها من الصين، اكتشفوا بأنها صينية من الطريقة ديال اللباس ديالها والملامح ديال الوجه ديالها، يعني دابا تيقولو لها هاد التشاينيز مومي. كاين هنايا كيفاش حتى جات الكوانخواطو في المكسيك الله اعلم. وهاد الناس هادو تم الاكتشاف ديالهم في سنة 1900 ميلادية، فهاد الوقيتة هادي لقاوهم كما قلت انا ما بقاتليوش المساحة فين يدفنوا الناس، اضطروا انهم يخرجوا هادوك الموتى اللي ماتوا من قبل ويحيدوهم ويديروا ناس جداد حتى لقاو هاد الناس مازالين كما هما. هادو الدراري الصغار الشكل هذا، هنا تكون الصور ديالهم الناس اللي لقاوهم كانوا تيتصور معاهم على هذا الشكل هذا. هذا شي شويه غريب عليا. كاين هذا السبب ديال الموت ديالو كما كتشوف هنايا، كان تضرب واحد السيف او موس كما مكتوب تما، راه هو تيبالك واحد الثقبه كاينه، هذا هو السبب ديال الموت ديالو. هو مازال مرتدي الحذاء كاين هنايا عاوتاني. هذه الام والطفل ديالها كانوا مدفونين، شوف الطفل سبحان الله العظيم كيفاش يبان. وهذه الام سبحان الله العظيم. سوف نكح. Tell me how was it? It's really interesting, but it's also a little bit haunting. Scary. Scary. Yeah. جيتي خلع. Adios. أصل. كان هذا هو المتحف ديال المومياء هنايا كما شفتوا. داك الشيء شويه تيخلع ولكن مزيان تبقى تشوف هذا الشيء صار لأن كتعرف على التاريخ ديال البلاد كي داير. واخا داك الشيء شويه خلعنا الأخص خلع فهمك. وكاين بعض المرات راه شي تصاور وشي وحدين ما بغاش نصورهم كاحتراما لهذاك الجثة ديالهم. ولكن كما تنقولوا I have the feeling that I want to wash my hands or something. I don't know. Do you have the feeling that you want to wash your hands? I don't know why. It's just weird. من قبل ما توصل يديا جا الوسواس. And I'm hungry, guys. Yeah, me too. I am hungry. So, was it good to see that? It was interesting. I think it's important to see what you will be. Yeah. So. But it's also scary. You have to feel, you know, they are very
idioma de Viena. So now, after maybe 100 years, it will be like this. الاسم ديالو هيدالغو ماركت، بحال تقول واحد السوق تقليدي عندهم هنايا فين تيجيو الناس البسطاء تيتقدر، والاسميه ديالو فيه جد منخفضه، وهنايا جينا هنايا الحمد لله ونشريو داكشي اللي خاصنا. الاسم ديال كما قلت لك الاسم ديالو هو هيدالغو. كاين في البلاصه التحتانيه الطبق الاول تيكون خاص غير بالخضر والفواكه، ولا بغيتي تاكل شي حاجه مثلا بحال دير كاسكروط ولا تاكل شي حاجه تقليديه. وكاين هذا الطابق هذا الثاني اللي فيه دابا حاليا تكون خاص غير بالملابس. وهذه الطريقه ديال البناء ديال الاسواق لاحظتها بزاف، كاينه في امريكا اللاتينيه، كاينه في المكسيك، وكاينه في غواتيمالا، تيديروا هذه الطريقه هذه، يعني تخليوا لتحت غير الخضر والفواكه وتخليوا ان الناس فين ياكلوا، والطبقه الفوق تيديروا الحوايج التقليديه اللي بغى شي واحد يتقدا. هانتا كما كتشوف معايا هنايا، ها انت كاين الاسواق، هنا في كاين الخضار وكاين الفواكه، كاين اللي بغيتي تاكل، كاين اللحم. وهنايا الطبق اللي فيه دابا هنايا شوف كاين الحوايج، كاين داكشي التقليدي ديالهم هنايا كما كتشوف. دابا غادي نطلعو نشوفو واحد المنظر اللي غادي يكون رائع عن طريق الفونيكولار، وواحد هادشي هذا اللي هنا ساكنين الفوق، ولكن دابا مقديناش نطلعوه هاهي هنا. لما قررنا ناخدو الفونيكولار بغيت نشوفو واحد المنظر غادي يكون رائع بإذن الله. نتمنى انكم تكونوا شفتوا شي حاجه. شكرا لكم بزاف، شكرا 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 من القلب. وغادي نسالي الفلوق هنا باذن الله، الشمس راه بدات تغرب، غادي يلاه نمشيو ندوشو شويه ونرتاحوا. وغدا غادي يكون يوم جديد، غادي تكون بلاصه جديده، وغادي تكون مغامره جديده باذن الله. وما تنساش الا عجبك الفيديو نتمنى انك تضغط على الزر ديال الاعجاب، وشكرا لك بزاف. يلا سلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا هاي فهم كيال غادي تسيري الفلوك. يا يو غانا اند اب ذا فلوك. اسلام، اي لاف يو، لاف ذا ورلد، بيس.